في أزمة ربع العمر ولا لأ؟ عديتها تقريبا. برضو. طب حلو حلو، الحمد لله. عديتها تقريبا، بس يعني هي فعلا بيبقى فيها قرارات مصيرية يمكن متعلقة أكتر بحاجات هيترتب عليها طول عمرنا، فكرة الشغل وفكرة الارتباط وفكرة الحاجات اللي زي دي. بس أنا يعني مش عارفة، حاسة إن ممكن فكرة الكارير وممكن تغييره وممكن يعني في أي لحظة من العمر الواحد يحس إن هو خلاص مش قادر يأدي في المجال دوت، فيقرر إن هو يروح مجال تاني. يعني بصي انا معاكي، بس في مجالات مثلا مش هقدر ان انا اعمل فيها اغير الكارير بتاعي، يعني مثلا حد اكتشف فجأة انه كان نفسه يبقى دكتور، فاهمة؟ مش هيقدر صحيح، يبقى دكتور. هي فعلا تغيير الكارير ممكن يكون لما بتكبر في السن يبقى ليه علاقة شوية بالهوايات. لو انت مثلا عندك هواية رسم او هواية تمثيل او هواية حاجة، ما يعني لسه قدامك وقت ان صح. انت في اي وقت من العمر ان انت ترجع لهوايتك وتمارسها ككارير شغلي يعني. بس انا شايفة ان الصراحة او يمكن في نص العشرينات على الاقل، يمكن 25 26 على الاقل تكون محدد ان الكارير ده هو اللي انت بتحبه وهتكمل فيه. مش عايزه اقول ان دي حاجه يعني فكست بقى ومش هتتغير او حاجه، لا هي ممكن تتغير بصراحه، بس الى حد كبير حاول قبل ما تتم 25 او 26 تكون محدد انت عايز ايه بالظبط، او عايز تكمل في المجال اللي انت فيه دلوقتي ده، ولا عايز تغيره بعد شويه، او حتى تغيره في وسط. يعني مثلا ممكن تبقى مثلا دكتور مثلا، بس حابب مثلا تيجي مثلا في نص وانت في الثلاثينات تحس ان انت لا مش عايز تبقى دكتور، فتتخصص تبقى دكتور في الجامعه مثلا او تدرس، صح، او عايز مثلا او يفتح شغل تغير خاص بيه او ايا كان بالظبط. الحاجه اللي هو حابب يعملها في بالظبط، الوقت ده. طب انا يبقى في نفس الكارير، بس مثلا يعني يتحايل على الموقف شويه. طب انا عايزه اسالك، انت يا هند ايه القرار اللي انت اخدتيه في سن قبل السن اللي انت فيه ده دلوقتي وحسيتي ان هو ما كانش انسب حاجه؟ ما كانش انسب حاجه. يمكن قبل ما اكمل 25 سنه انا سبت شغل، كنت كان فرصه كويسه بالنسبه لي، مكان كويس مالتي ناشونال ومرتب كويس وكل حاجه، وقلت انا عايزه. هو انا ندمت وما ندمتش قوي يعني، انا اللي استفدت من الموقف، انا مشيت من الشغل ده ورحت شغل كان اقل منه بكتير، وكان في نفس الكارير على فكره، انا ما كنتش بعدت ولا حاجه. فبعد فتره بدات يعني قلت في الاول انا هبقى احسن بكتير، ان ده هيضيف لي خبره، بس بعد كام اربع خمس شهور حسيت ان انا خلاص خدت الخبره اللي انا عايزاها، بس انا في وضع مش مريحني، لا شركه كويسه ولا مرتب كويس ولا حاجه من الحاجات ديت، فيمكن ندمت شويه في اللحظه ديت. طب وعدلتي بعد كده القرار بتاعك بعد ما ندمتي، ولا خلاص قررتي ان انت لا هتتجوزي لا وتشوفي لا حاجه غيرت تانيه؟ لا لا غيرت غيرته بعد فتره، رجعت يعني حاولت ارجع تاني، مش نفس المكان بس رحت مكان تاني كويس، يعني حاولت ان انا ما استمرش في المكان اللي انا فيه دوت وخلاص، يعني اجيب اب بقى وخلاص. طب يا هند، شايفه انه قرار الارتباط المفروض الانسان ياخده في عمر قد ايه تقريبا؟ حاسه ان هو بصراحه بطيخه جدا، محدش يقدر يعرف. بطيخه؟ بطيخه جدا بطيخه فعلا. الارتباط ده تحس ان هو يعني قرار، يعني مهما خدته وانت صغير ممكن يبقى قرار صح وممكن يبقى قرار غلط. بشوف قدامي يعني نماذج خدت قرار الارتباط وهي صغيره وعايشه كويس جدا ومبسوطه وحاسه ان قرار صح، وساعات بتاخد القرار بيبقى غلط جدا، وساعات ممكن الناس تتاخر لل 40 مثلا او فوق ال 40 وتاخد قرار ويطلع غلط برضه. فانت حاسه فعلا وحظك موضوع فعلا. الارتباط، موضوع الارتباط ده فعلا ما يعني ما اعرفش، هو تقريبا بقى من عند ربنا ملوش صح، علاقه هو باي فعلا من حاجه. عند ربنا يعني، بس يمكن برضو بتفرق شوية لو سني كان أكبر شوية، أو قادرة أقيم الأمور، أو قادرة أقيم الشخص اللي قدامي هو كويس ولا لا. يمكن حظ يعني، حاجة كده من عند ربنا، أنه بيرزق فعلا لو واحدة سنها صغير ولا حاجة يرزقها بواحد كويس، ده بيبقى نصيب ربنا. بس صحيح، عندك حق. الشخص أو مقياسي الحكم عليه دي بتبقى راجعة برضو لشوية خبرة. نورتيني جدا يا هند، ميرسي جدا ليكي، شكرا شكرا. ليكي.